يسعد صباحكم عن جديد. وهلأ طبعاً أجبت فقرة كلنا مستناها، وأكيد ضيفتنا حبيناها كتير وصارت دائماً تيجي معنا فقراتنا وتزودنا بمعلومات كتير بتهمنا كلياتنا. صدرانية رشا مناصرة، يا أهلا، يسعد صباحك. الله يسعد صباحكم. مستعجلة وما حبينا ننهي صراحة أو نعتذر لأنه حبينا تكوني معنا. حبيبتي أنا حقكم علي، تأخرت شوي اليوم. وأهلا فيكي، ولا يهمك، لدي الظروف. هو اسمي معلش الأزمة والطريق، يعني علما أنه ساكنة جنبيكم. مش مشكلة، لا ما تقولي ساكنة جنبينا لا. خلص أوكي. طيب رشا، اليوم في عندنا موضوع بهم الكل وصار كتير أسئلة عليه، حول جفاف العين. صحيح، أسباب جفاف العين خصوصا بفصل الشتاء. هلا مشكلة جفاف العين نحن هي زي كيف يعني مشاكل موسمية، كيف أنتوا عندكم بطقس العرب بتكون عندكم مثلا ظروف غيم وهيك، ونحن برضو بالصيدلية وبالطب وبالدواء عندنا إياها المشاكل الموسمية. فنحن هلا بفترة الشتاء معظم الناس بيفتحوا إما كونديشن أو بيفتحوا تدفئة أو بيفتحوا أشياء تيار هواء قوي عم بيعمل جفاف في العين. حلو. فبيجون الناس على الصيدلية يا سالي بكون بدهم شو؟ قطرة بريزيلين. عادي لو نحكي اسماء؟ عادي احكي اسماء، بس حسك عم تحكي له قصه. فبيجوا بدهم بريزيلين، هاي القطره بتروح احمرار العين لكن ما بتعالج المشكله. فالفكره عندنا اياها اعراض جفاف العين. نسالك ساري فقره الاسئله، هل اللي بيكون عنده جفاف في العين بتصير عينه تدمع كثير ولا بيكون فيها نشفان؟ نحكي عن تجربه شخصيه، بتدمع كثير. صح، معنا جفاف. هاي اول نقطه. افضليه عندك طوالي انا بعد البرنامج. درس منيح والله يا ساري. الفكره عندنا اياها معظم الناس ما بيعرفوا في شيء بسموه الدموع نتيجه الجفاف في العين. اوكي، هلا يعني برضه نسالك سؤال ثاني ساري، بتعرفي من ايش بتكون دمع العين؟ الدموع اللي بتنزل عنها ملح. ملح ومي. ومي ما تفضحيناش كمان، خلص كملي انت. هم بتكونوا من ثلاث اشياء. اول نقطه عندنا اياها هي زي ما حكيتي الميه، المي بيكون دايب فيها املاح وزي وهي حتى المروحه تبعتها حتى تعقم العين. ثاني نقطه عندنا اياها فيها زيوت، تخيلي انه في دمع العين فيه زيوت طبيعيه. وثالث شيء عندنا اياه ماده مخاطيه. هم هدول المكونات الأساسية تبعت دمع الطبقة الدمعية تبعت العين، أو الطبقة هاي اللي بتكون اللمعة تبعت العين، هي الطبقة اللي بتلمع اللي بتغطي العين. أيوة تمام. فهي هاي النقطة عندنا إياها. الناس نتيجة زي ما حكينا التعرض لكونديشن، تعرض للهواء، هاي الطبقة عندنا إياها بتصير فيها جفاف وبصير في احمرار في العين، بصير فيها وخز، بصير فيها ألم. هاي هي الأعراض الأساسية عندنا إياها لجفاف العين. يعني فاذا الناس بتفكر انه اذا جفاف العين ما فيش دموع، ما فيش مي، ما فيش سوائل. لا لا لا، هي عمليا في لانه هي الفكره انه عندنا الزيت اللي بيكون هي الدمع عندنا يا بينزل هي مش مكون مائي. في غده دمعيه بتكون فوق هي بتنزل، والطبقه الزيتيه غده تحت. فالفكره عندنا يا بالجفاف هاي الطبقه الزيتيه ما عم تكمل من تحت لفوق، فبصير على طول في الجفاف وبتصير طبقه العين تدمع الميه كامله. فهاي هي من النقط الأساسية اللي دائما نحكيها إنه هي تدميع العين والحرقة والاحمرار سبب من أسباب، أو يعني هي أسباب، أو خلينا نحكي علامات لجفاف العين. علامات جفاف طيب العين. طيب إمتى بيصير في تدخل طبي؟ هلا اعتمادا على الحالة. هلا عندنا يا إذا كان الجفاف كتير قوي، يعني إذا صار فيها احمرار، إذا صار فيها تدميع على طول، إذا كان في حكة، لازم يصير في تدخل يعتبر على مرحلتين. أول إشي بيجوا عادة يعني معظم الكرة الأرضية حتى في الأردن الناس ما بتوجهوا عادة للدكتور كأول مرحلة، بيجوا عندنا قطرة. أعطينا قطرة. فبيجوا بدهم بكون الحل المش صحيح، بيجوا بدهم قطرة بريزيلين أو القطرات اللي بتروح احتقان العين أو الإحمرار. بس الفكرة عندنا إياها العين زي كيف التربة، لازم تكون رطبة ولازم نحافظ عليها. أكيد. فبنعطي أول إشي قطرات اللي بتعمل ترطيب للعين. بس حتى هاي سالي فيها شوية بشمر. سؤال على السؤال، يعني هذا هون الناس بتعتمد على حظه للشخص وين بيروح اي صيدليه يحكي له ينصحه بالقطره الصح او حسب الدكتور اللي راح عليه عشان ينصحه بالقطره المناسبه لإله. اصلا هي بتكون يعني علاج مؤقت، ممكن يكون في لازم يكون في تدخل، ممكن تكون مثلا علامه او مؤشر لامراض ثانيه بالعين. صحيح مزبوط. هلا ممكن انها تكون مؤشر لامراض في العين، وهي كمان للناس اللي بياخذوا يعني عاده الجفاف مرتبط لو بتتوقعي مين اكثر ناس عرضه للجفاف؟ آه لا
يعني الاشخاص بتعرضوا لل الكونديشن زي ما حكينا. نسالك فقره برضه فقره اسئله هلا الناس اللي اعمارهم تتوقعي تحت ال 30 ولا فوق ال 40 فوق ال 50 بتزيد احتماليه الجفاف عندهم؟ لا بتخيل الفوق فوق ال 50 لانه بكون عندهم اصلا السوائل عم بتقل. صحيح. هي سالي اخذت اول علامه. برافو برافو. لا ثاني علامه. ثاني علامه. طيب ثاني شغله بدنا نسالك اياها، مين اكثر عرضه لجفاف العين، الشباب ولا البنات؟ بتخيل السيدات او الرجال يعني هيك الرجال اكثر. كنت احكي بنات عشان ميك اب وما ميك اب. يعني هي البنات اكثر. هي جزء منها الميك اب وجزء منه الهرمونات تبعت السيدات تتغير. وهيك هاي كثير بتاثر عليها، وخاصه انه السيدات كثير منهم بياخذوا حبوب منع حمل، فهاي نقطه ثانيه كلها بتاثر كثير. ونسالك شغله كمان. خذي راحتك. مرضى بتتوقعي مثلا الناس اللي بياخذوا ادويه ضغط وسكري وهيك ممكن يكون عندهم حاله جفاف اعلى؟ طبعا. صحيح 100%. عم يخلص لازم تداوي معنا. انت مالتيبل تشويس، انت عاملين عم تعطيني انت الجواب نفس الجواب السؤال. فالفكره عندنا اياها الناس اللي بياخذوا ادويه ضغط وسكري برضو عرضه للجفاف، وفي ناس عندنا اياهم اكيد يعني صبايا كثير وشباب بياخذوا ادويه حب الشباب اكيوتان، وهذا هذا بيعمل جفاف فظيع، فبرضو لازم ياخذوا قطرات مرطبه. الاشخاص اللي بيقعدوا على الكمبيوتر فترات كثير طويله، ومعظمنا حتى بنضلنا قاعدين ماسكين قاعدين على اللابتوب او فاتحين بعمل جفاف العين فظيع كثير بعمل جفاف. هي نتيجه انه التركيز المستمر الواحد ما بضل يغمض ما بيرمش كثير، فبطبقه العين بصير لها جفاف. اوكي. فهاي بتسبب عندنا اياها من احد الاشياء الرئيسيه هي استخدام الموبايل الكمبيوتر، الواحد يقعد على سكرين فترات طويله بتعمل جفاف. ممكن يعمل تشكل طبقه صفراء. هلا هاي نقطه اساسيه. هل والله سالي صيدلانية يعني يا عمي صيدلانية؟ شوف المتابعين اللي حضروا لي أنا يعني حلقات اللي كنت فيها أكيد يعني أنت كنت مع مجد معنا أو أي أخصائيين تانيين عرفوا أنه أنا مجربة تقريبا كل أنواع الشغلات من حروق لجفاف عين اللي بدك إياه. هي نقطتك صحيحة كتير. مش حكينا نحن في عنا هي الطبقة الأساسية مية وزيوت ومخاط. هلأ المادة المخاطية إذا صار في عنا يعني اختلال في تركيز المية والدهون الطبقة المخاطية بتزيد، فعن جد بصير عند الناس هون حوالين هاي المنطقة بصير زي نقط صفر أو المخاطية هاي. بتروح بقطرة ولا لازم هون تدخل؟ هلا برضو هنا نحن لساتنا على أشياء ممكن نستخدمها في البيت. أول إشي قطرات الترطيب. ثاني شغلة عندنا إياها هي كمادات المي الساخنة. جاي أحكي لك عنها أسألك عنها. فهي هاي كمادات المي الساخنة تعتبر كتير 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 إشي أساسي، لأنه عندنا إياها هاي الغدد الدمعية واللي بتطلع الدهون من هون عادة بصير لها زي كيف تسكير أو إنها بتبطل تطلع إفرازات دهنية كفاية. فنحن لما نعملها تدفئة أو نحط لها كمادات مي دافية مش ساخنة عشان ما تنحرق المنطقة مدة 10 دقائق في اليوم بتساعد انها ترجع تفتح القنوات، فبرجع بخف الجفاف وبتصير طبقة الدم عند مياه للشخص متكاملة. 10 دقائق باليوم مرة واحدة يحطوا الكمادات قبل ما يناموا؟ بس مي، بس مي دافية بدون مثلا بابونج او اشياء زي يعني كمهدئات. يعني هي ما في اشي مثلا طبي 100% انه بيحكي انه ممكن يساعد البابونج او هيك، هم عم بيعطوا على اقل احتمالية تهيج للعين، فعم بيعطوا بس المي الدافية. ومن الأشياء الأساسية كمان عندنا إياها الأوميغا 3، لأنه الأوميغا 3 فكرته أنه هو عبارة عن دهون بتساعد على توازن طبقة العين وبتخفف بشيء بسموه الانفلاماتوري رياكشن أو التفاعلات اللي بتعمل التهابات جوا الجسم، فكتير بيساعد حتى موضوع الأوميغا 3 اللي هو نحن عادة بشتا الناس بياخذوا عشان المناعة أو الناس بياخذوا عشان الذاكرة. صح. فهو حتى برضه بيساعد في موضوع الجفاف العين. كتير منيح. طيب رشا هلا احكي لنا ايش يعني في ناس اوقات لما بيكونوا بحكوا بالعين بيطلع كانه صوت. مزبوط. صح. اوكي انا مش مجربتها شخصيا بس شايفه. صح صح. هذا الصوت ايش بيكون فعلا في جفاف؟ هلا الموضوع يعني قديش خطورته؟ هلا اذا عن جد عم بيكون صوت قوي كثير وعم بدعك عينه كثير بكون في مسبب رئيسي هو اما تحسس كثير عالي او ممكن الجفاف. أوكي. فصراحه لازم انه يعني تكون شيء ستاند باي، مش دائما بحكي انه لازم يكون في اشياء اساسيه في البيت. مزبوط. من الاطرات الاساسيه حتى هدول السنجل دوز هدول خزانه الاسعاف لازم تكون في البيت. لازم نحن نكونها على نهايه الموسم نكون حكينا لكم كل شيء. هلا في الاطرات الصغيره هدول المونو دوز بسموهم، هاي الاطرات الترطيب، بدل ما انك تجيبي قطره كبيره وبعد شهر تكبيها او شهر بتقدر تحطي في البيت الأطرات الصغيرة. فإذا حدا مثلا تعرض لبخار كتير أو تعرض لهواء ناشف أو قعد على الكمبيوتر فترات طويلة بقدر على طول يحطها عشان يخفف الحكة وحتى أنه ما يجرح القرنية. أوكي. فتخيلي قدير الموضوع يعني مزعج. مزعج أكيد طبعا.
طيب رشا احكي لنا اكثر عن امتى ممكن الدكتور يتدخل. انا بتخيل ممكن ايام يطلع جنب العين زي حبوب او دمل او شيء له دخل بالجفاف ولا ما له بعيد صار الموضوع. هل هذا يعتبر التهابات بكتيريه اذا مثلا دمل حالات زي هيك؟ شحاد العين بسموه اذا هاي الدمل بتطلع جوا العين مزبوط. وهيك هاي يعني ممكن انه ايش الفكره دمع العين نفسه سبحان الله هو انتي بكتيريا يعني في ماده مضاده للبكتيريا وفيه ماده انها يعني تخيلي في عاملين دراسات بحكي لك انه لو ما كان في دمع في العين الشخص رح يصير عنده جروح في القرنيه بصير عنده التهابات طبعا. وممكن يفقد النظر هذا لو ما كان عنده دموع بالمره يعني هي الطبقه الدمعيه فهي بتزيد احتماليه الالتهابات طبعا اذا كان في جفاف عالي. فاذا تدخل طبي اذا بتساليني عليه اذا كان عنده الشخص جفاف عالي بصير عنده دموع كثير كثير قويه فبصير عندهم تسلخ في هالمنطقه هاي فلازم وقتها يرجع للدكتور. ممكن يعطيهم زي ما حكينا قطرات يعطيهم يحكي لهم يعملوا كمادات وفي إشي كمان هيك تدخل طبي صغير بحطوا إشي اسمه سيليكون بلاغ أو إنها سدادة سيليكون أوكي. بحطوها هنا على هاي الحبة اللي هنا مجرى الدمع بحطوها هنا عشان يقلل من تبخر الدموع فبتخفف عندهم هاي حالة الالتهاب أو سري حالة الجفاف. أكتر من سؤال لما بنسد مجرى الدمع إيش بيكون السبب الأساسي؟ هلا في ممكن يكون انه زي كيف ترسبات للاملاح ممكن يكون التهاب ممكن تكون مع العمر فهي كثير كثير لها اسباب صراحه. فبس نحن اللي ممكن نقدر نميزه ك يعني كاشخاص عاديين الاعراض تبعت يعني الجريان الدموع الكثير بتكون طبعا بيكون في انسداد لمجرى الدمع ولكن بتكون العين بتدمع بشكل مش طبيعي اذا كان في عندها التهاب هون نعم في التهاب بس اما هلا في تدخل طبي بيكون انهم هي نفسه مجرى الدمع بيرجعوا بيسكروه عشان يقلل الجريان تبع الدمع للمنطقه الانف وللحلق فعشان يحافظوا عليها بحطوا سيليكون بلاك بحطوا سداده او بيعملوا جراحه ممكن بعدين بسدوها ببلاك بيكونوا صحيح فهي سدادات صحيح فهاي النقط كمان برضو من هاي الاشياء الاساسيه عندنا اياها. طيب انت حكيت عن نقطه يعني اذا مش لتربعنا كلنا صبنا فيها اللي هو شحاد العين او زي الحبه صغيره بتصير جوا العين هذه شو اسبابها وشو علاجها؟ انا جدا مزعجه هي هلا عاده هي شيء بكثير وعسرتها ان شاء الله ما تطلع لانه كل ما بحكي عن شغله بتصير عنجد الكل هيك على فكره زي نحن ايام الجامعه كانوا مثلا يعطونا محاضرات عن امراض القلب بصير واحد يصير قلبه بيوجع بياخذ محاضرات الامراض اللي مش عارف التنفسيه بوقف تنفسه صح مزبوط نفسيا والله فان شاء الله الله يبعد عنا الشحاد يا رب وعن المشاهدين يا رب وعن كل اولاد شعبنا. احكي لنا اكثر شو هي سبب الشحاد العين او حب اللي بالعين وشو اسمها العلمي؟ هي التهاب الفرايتس بسموه او التهاب بجفن العين فبكون عنا اياها فكرته بكون زي التهاب بكتيري عاده نحن البنات كثير بتظهر معنا لما نروح نستخدم ميك اب بالصالونات او طبعا هذا مستخدم بيكون أكيد. فبتكون كحله ما بعرف مين مستخدمها بحطوا لك اياها بحطوا لك مثلا شيء مثلا جلو كثير قوي للرموش فممكن يسكر عنده الواحد المسامات هاي ويصير في عنده التهاب. علاجها بيعتمد على حدة الحالة نفسها دي قوية فممكن تكون لسه في البداية بس بنعطي مرهم للعين بيكون ما فيه كورتيزون ولا فيه أي شيء ممكن يضر بتكون بس بيور أنتيبايوتيك بينحط على جفن العين مع قطرة يعني مرهم بس مرة قبل ما ينام الشخص وقطرة مرتين ثلاثة خلال النهار هيك نكون عملنا مانجمنت للكيس اللي كتير بسيطة. معناته هي هذه الشحاد العين أو حبة اللي بتطلع بالعين هي عملية عن يعني رياكشن أو ردة فعل تحسسات معينه مثلا؟ لا هي التهاب بكتيري بتصير لاي حدا مش شرط حد لو حدا ما بحط مكياج او حدا ممكن بس هي يعني زي كيف انه عوامل بتزيد لانها فكرته انه شيء عم بتحطيه قريب من عينك ممكن واحد تكون ايده حاطه على غبره او تراب يحك عينه بتصير عنده هاي الالتهاب زي كيف بكتيريا حطيتيها على منطقه كثير حساسه فبصير في تكون لهالالتهاب هذا في المنطقه تبعت جفن العين سواء السفلي او العلوي. يعني مش شرط انه تكوني انت استخدمتي اغراض اشخاص اخرين هي بتزيد احتمالات يعني كل ما في اشياء ملوثات اكثر يعني او اشياء البكتيريا الاشياء الجيرمز هاي او الاشياء المش معقمه بتزيد بالاجواء اللي فيها كثير تراب بتزيد عندنا الحالات لانه بدخل هذا التراب بتدعك عينك بكون صار في احتماليه لنمو بكتيريا فبرضه بتزيد عندنا الاعراض. طيب بتشوفي انه جفاف العين بصيب الاشخاص بفصل الشتاء اكثر من الصيف ولا نفس المعدل كونه مستعمل يعني مكيفات وسائل التكييف وسائل التبريد والتسخين بالصيف وبالشتاء؟ هلا على الجهتين هو بتحسي يعني كيف احكي لك زمان كنا عن جد بس نلاحظه بالشتاء
لا ما شاء الله عليكي سارية. هلا الفكرة عندنا يا زمان كان عن جد كنا نحسها بس بفترة الشتاء، بس هلا ريسنتلي نتيجة الناس بتستخدم الايباد واللابتوب وهدول كلياتهم، بتحسي انه صار إشي لكل الناس، المدخنين، الناس اللي بياخذوا أدوية حساسية كمان، الناس اللي بتاخذ ريو اكيوتان، اللي عندهم ضغط، اللي عندهم سكري، اللي بتعرضوا لدخان سيارات، بتعرضوا لدخان عادي، المهندسين اللي بيشتغلوا بالاوتدورز، الناس اللي بيقعدوا على الكمبيوترات برضه فتره طويله، فبتحسي مبدئيا كل الشعب معرض لهالدراينس، خصوصا انه هلا صارت يعني الاي سي او يعني المكيفات هي وسيله لمعظم، او خلينا نحكي لعدد لا باس به من الاشخاص. صحيح. يعني الكل بيستعملها. صحيح يعني صحيح اشرح كل مش بس انه فعلا يعني اشخاص كثار بيستعملوها. طيب هلا الحل معناته اذا الاشخاص بتعرضوا ل البرد وطبعا يعني خلينا نحكي للهواء البارد والدافئ، الحل قطرة على طول السنة. هي قطرة على طول السنة، بس هي نقطة أساسية، الواحد لما بده يختار قطرة لازم الشخص ينقي قطرة ما فيها مواد حافظة، فلازم يروح على الصيدلية أو يطلب من الصيدلاني، لأنه في كتير كتير أنواع، فالأسعار اللي بتكون أقل مثلا 3 دنانير 4 دنانير بكون فيها عادة مواد حافظة، وعادة الشخص اللي عنده جفاف بده مينيموم في اليوم يحط قطرة الصبح بقطرة المساء، فهاي القطرات بتعمل أول إشي بتزيد حالة التهيج، لأنه زي كيف إشي مجروح وبتحطي عليه مواد حافظة، فإنه هي بتعملها إريتيشن أكتر، فلازم تروح الصيدلاني تطلب منه قطرة ما تكون فيها مواد حافظة. أهم إشي كمان إنك أنت تنظف عينك، تحط زي ما حكينا الكمادات المي الساخنة، هاي اللي هو الأمور الأساسية. اللي كنت عم أسألك سؤال، الفصول إلها دخل ب خلينا نحكي مثلا الربيع هلا جاي على الطريق، إله دخل أكيد بجفاف العين صح؟ صحيح. شو الحل؟ 100% عادة هي تغير المواسم، هذا كتير بزيد حالات التحسس، فالناس بصيروا تومكس بين التحسس وبين الجفاف. فهي عادة احنا بننصح انه الشخص يكون معه عشان ما يصير مثلا حساسية وجفاف مع بعض، يعني بتكون امورهم يعني كتير سيئة. نعم. فانه الشخص بشكل عام الاكثر عرضة هم حكيناهم تقريبا هم 10 فئات، المدخنين واللي بياخذوا ادوية معينة، هدول لازم يكون عندهم قطرات ترطيب ستاند باي. الناس اللي عندهم عرضة اكثر للحساسية، لانه الحساسية الموسمية هاي هلا خلص على البواب، شهر 4 الناس خلص بلشوا يستووا، فانهم مهم كتير انهم ياخذوا كمان قطرات ترطيب، حتى لو عندهم تحسس على الجهتين لازم يستخدموها، ما يستخدموا قطرات اللي بتروح احتقان العين، انها هاي فيها مواد حافظه بترفع ضغط العين وبتاثر حتى بتعمل تهيج اكثر. ففي هي هاي اشياء اساسيه، ياخذوا اوميجا 3 حتى انه كل السيزونز لما يتغيروا انه ما يصير في عنده مشكله الشخص. يعني اوميجا 3 عمليا هو اساسي يعتبر طول السنه صراحه، يعني ننصح فيه، هي شيء ريكومندد من كثير هيئات طبيه عشان يخفف موضوع جفاف العيون، حتى بينعطى تخيلي في حالات الاكزيما بتخفف شوي من الموضوع. حلو، معناته خلينا نحكي عن حساسيه الربيع، هي لازم الواحد ياخذ يعني قطرات اكثر شيء، يعمل كمادات. نعم صحيح. طيب رشا، يعني بدنا نصيحه اخيره للمتابعين بالنسبه لجفاف العين. جفاف العين احنا بنرجع بنأكد للموضوع هذا، انتوا كاشخاص لازم تكونوا عارفين انه هو عاده احنا كناس عايشين بهالفتره هاي اكيد رح يكون عندنا احتماليه الجفاف عاليه، اذا كان عندك تدميع معناها مش انه انت عندك دموع زياده، لا انه عندك جفاف، فانت استخدم قطرات ترطيب. الناس اللي عندهم مشكله كتير قويه بيقدروا زي ما حكينا كمادات مي ساخنه، ياخذوا زي ما حكينا الاوميجا 3. البنات يحاولوا انهم ما يستخدموا ميك اب من اشخاص ثانيين حتى ما يزيد عندهم احتماليه الالتهابات او التحسس او حتى ممكن الجفاف. فبيسكلي هم هذول نصائحنا، وبالجو البارد بما انه نحن معطاس العرب، بالجو البارد يحاولوا دائما يلبسوا نظارات شمسيه، حتى الناس بيستغربوا بس لازم تلبس شيء نظاره شمسيه تخفف الهواء البارد. أكيد. فتره الصيف وفتره الشتاء. أكيد. وبس هيك، وان شاء الله يا رب ما حدا يعاني من الكومبليكيشنز من تبعت الجفاف العين. ان شاء الله يا رب. رشا انت دائما منورتينا حبيبتي، دائما عم تيجي اسئله كثير حول المواضيع اللي بتقترحيها وتجي تحكي فيها دائما حبيبتي يا سارية. يعني شكرا شكرا جزيلا، ثانك يو، لانك عن جد ما شاء الله عليك مثقفه حبيبتي، اسلوبك هيك مريح لكل الضيوف. شكرا بوجودك، اكيد دائما وجود ضيوف مميزين مثلك. رشا شكرا كثير لك.